قضية الحكم على الأحاديث أنا أعجب من هؤلاء في هذا العصر. يعني حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ضعف على حسب ما ذكرت. هذا الحديث يرويه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. قالوا شعيب لم يسمع من محمد بن المنكدر وإنما قرأ عليه كتابا. يعني ابن حجر لما تحدث ما ذكر هذا كله من أنه ضعيف كيف في صحيح البخاري. ابن رجب لما تحدث عن هذا الحديث ذكر هذا الحديث وذكر الكلام في شعيب وقال ورد عند أحمد أن أبا الزبير تابع محمد بن المنكدر عن طريق جابر ذكروا طرقا وإنما أوجدوا له مخرجا على أنه ثابت وصحيح. لكن هؤلاء لا يقرؤون في كتب المتأخرين والشراح يشرحون ويتعبون ويأتي هؤلاء وينسفون بالأحاديث نسفا. هؤلاء للأسف يعني يبدو أنهم قرأوا كلام الإمام أحمد وقرأوا كلام ابن أبي حاتم في الكلام عن شعيب وسماعه من محمد المنكدر فبنوا على هذا. هم قرأوا يمكن في كتب المتقدمين لكن لم يقرأوا كلام المتأخرين الذين هم أوسع علما منا وأفهم وحصروا وجمعوا ما ذكره المتقدمون ثم إذا بهم بنوا على حكم واضح. يعني ما رأيت أحدا ضعفه من هؤلاء الشراح.